السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب حتى ترضى، الحمد لله رب على الرضا، الحمد لله رب أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم في الأولين والآخرين وكل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الصعب سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نيرباص باسويز. النيرفس باسويز يا جماعه حاجه من اتنين، يا اما اسندنج باسويز، وطبعا اكيد الاسندنج دول هيكونوا سنسوري باسويز، يا اما ديسندنج باسويز، ودي اكيد موتور باسويز. احنا هنتناول في الاول الجزء الاكبر والاعظم والاصعب اللي هو الاسندنج باسويز، اللي هي sensory busways. عموما الـ sensory busways دي يا جماعة بتتقسم لـ busway of general sensation و busway of special senses. الـ busway بتاع general sensation ده يا جماعة ده received حاجة من اتنين، يا إما من الهيد عن طريق الـ cranial nerves، يا إما received من الجزء اللي تحت الهيد. الجزء اللي تحت الهيد دون أكيد received عن طريق spinal nerves. فالجنرال sensation دي is sensation received يا إما من الهيد cranial nerves، يا إما من تحت الهيد عن طريق spinal nerves. ودي عبارة عن إيه بقى sensations دي؟ أول حاجة proprioception. يعني إيه proprioception يا جماعة؟ طبعا الحاجات دي المفروض بقى هتاخدوها في الفيسيولوجي بالتفصيل، بس البروبروسيبشن زي ما انتم عارفين كده كاوت لاين ده سنس اوف بوزيشن اند سنس اوف موفمنت. يعني بمعنى اصح، انت مثلا لو الدنيا ضلمه كحل ونايم بالليل وصحيت، هل هتعرف انت نايم على جنبك اليمين ولا جنبك الشمال؟ اكيد. هل يا ترى هتعرف رقبتك يمين ولا رقبتك شمال؟ أكيد. هو ده بقى السنس اوف بوزيشن دون، هو ده البروبريسبشن. إيه حكاية السنس اوف موفمنت ده هين؟ لو أنا قلت لك غمض عينيك وقلت لك صباعك ثابت ولا بيتحرك؟ أكيد هعرف إن هو ثابت. طب لو قلت لك صباعك ثابت ولا بيتحرك؟ أكيد هعرف إن هو بيتحرك. ده بقى السنس اوف موفمنت. نبص لها يا جماعة السنس اوف بوزيشن والسنس اوف موفمنت ده اللي هو بروبريوسيبشن. ده حاجة من اتنين، يا إما بيكون طالع ascending للسيريبرال كورتكس، وده بيتقال عليه conscious بروبريوسيبشن. يعني ايه conscious بروبريوسيبشن؟ وانا بلعب رياضة وانا بتحرك وانا بتنطط وانا ماشي وكده، هو ده كله طالع على السيريبرال كورتكس، وده conscious proprioception. لكن بقى لو انا مثلا مغمض عيني، او لو انا سارح في حاجة تانية خالص، هل مثلا هقع في الارض؟ لا. وانا مش مركز بقى في الوضع بتاعي ولا في البوزيشن ولا في السنس اوف موفمنت ولا في حاجة خالص، مسؤول بقى عن البروبريوسيبشن وان هو يستقبله الاورجان اللي اسمه السيريبيلم. وما اكون انا مش مركز خالص في البوزيشن وفي الموفمنت وبفكر في حاجة تانية او بعمل حاجة تانية، ده اللي بيكون مسؤول عنه السيريبيلم، وده بيتقال عليه unconscious proprioception. فلو انا بلعب رياضة او بتحرك او بعمل موفمنت وانا مركز وحاجات زي كده، ده conscious proprioception رايح للسيريبرال كورتكس. لكن لو في sense of position و sense of movement وانا مركز في حاجة تانية خالص، او انا مغمض عينيا او حاجة زي كده، هو ده هيبقى unconscious proprioception، وده المسؤول عنه cerebellum. بعد proprioception عندنا نوعين من التاتش، fine touch و crude touch. fine touch عموما ان انت تحس ان حاجة لمستك، اي حاجة لمستك، سواء كان مثلا زي ما بيعملوا لها تيست مثلا بان انت تعدي قطن هنا، هو
تقول لي غمض عينيك وتروح معدي قطن عليا، تقول لي حاسس بحاجة؟ هقول لك اه حاسس. فده اسمه كرود تاتش. في عندنا بقى فاين تاتش. ايه الفاين تاتش ده؟ وان دي حاجات بقى هتاخدوها في الفيسيولوجي ان شاء الله، اسمها تاكتايل ديسكريمينيشن وحاجات زي كده. هون ان انت مثلا اما بتتشك تعرف تميز اللي شكك دي نقطة واحدة ولا نقطتين؟ تعرف تميز الشكة دي في عقلة صباعك الأخير ولا في عقلة صباعك الصغير ولا في كف إيديك ولا فين بالظبط؟ فإن أنت تعمل لوكاليزيشن لمكان مثلا ما حاجة لمستك، دي فاين تاتش، دي اسمها تاكتايل ديسكريمينيشن وتاكتايل لوكاليزيشن. ان انا اميز مكان فين انا اتشكيت، وبعدين اميز كمان ان انا اتشكيت بشكه واحده ولا اتنين. او لو انا مثلا قلت لك غمض عينيك واديتك مثلا مفاتيح في ايديك وقلت لك ايه دي؟ هتقول لي دي مفاتيح. فان انت تقدر تميز الحاجه بالتاتش وتعرف ده مفتاح، ده قلم، ده كذا، دي برضو فاين تاتش. ففي نوعين من التاتش، فاين تاتش، وده بيكون ماشي على فكره في الباس واي مع البروبروسيبشن، والكروت تاتش وده ليه باس واي لوحده. اخيرا طبعا بقى الباس واي اوف بين اند تمبرتشر. اللي انا قلتهم دول كلهم بروبروسيبشن، التاتش بالنوعين بتوعه فاين وكروت، والبين والتمبرتشر دول كلهم اسمهم جنرال سنسيشن. في عندنا بقى السنسيشن بتاعت السبيشال سنس. السبيشال سنس زي مين؟ النظر بتاعك فيجن، السمع بتاعك هيرنج، الشم بتاعك سميل، التيست، فدي كلها سبيشال سنسيشن. احنا هنبتدي بقى يا جماعه الباس واي بتاع الجنرال سنسيشن. الباس واي بتاع الجنرال سنسيشن ده يا جماعة بيتكون من ايه؟ بيتكون نمرة واحد من ريسبتورز. ريسبتور دي عبارة عن specialized sense organ، بتكون موجودة في مختلف التيشوز. ممكن تكون موجودة في السكين، في muscles، في الجوينتس، في البونز، في الليجمنتس، في الفيسرا. ففي ريسبتور بيستقبل ستيمولس. وبعدين الريسبتور ده اول ما بيحصل له ستيمولشن هتنتقل امبلس. الامبلس ده هي زي ما تدوك بقى في الفسيولوجي في الجنرال سنسيشن لازم تمشي في 3 نيورونز. فانت عندك 3 اوردر نيورونز بالترتيب لازم هنعدي عليهم. طب بعد 3 اوردر نيورون دي، بعد 3 اوردر نيورون هتكون بقى وصلت لل هايست سنسوري سنتر. الهايست سنسوري سنتر ده في السيريبرال كورتكس. احنا عندنا جنرال سنسيشن دي لازم ريسبتور، 3 اوردر نيورونز لازم حته في السيريبرال كورتكس هتحس بالاحساس ده هو وتوصل لها المعلومات. نيجي للريسبتورز. الريسبتورز طبعا دي مش موضوعي انا في الاناتومي، وطبعا دي اكيد كل سنسيشن وللريسبتورز بتاعتها اللي انت هتاخدها في الفسيولوجي وفي الهيستولوجي، ماشي؟ فده الريسبتور. طب نيجي بقى للثري اوردر نيورون، ودي اللي تهمنا قوي في الاناتومي. الثري اوردر نيورونز على فكره يا جماعه دول زي ما اتفقنا 3 نيورونز، والثلاثة نيورونز دول ثابتين. كل واحد فيهم له خاصية معينة. تعالى لأول نيورون لازم هنمشي فيه. الفيرست أوردر نيورون يا جماعة ده موجود هنا دايما. فالسيل بادز أوف ذا فيرست أوردر نيورون ده موجود في الدورسال روت جانجليون. Outside the CNS. معاه طبعا في حالة الهيد بيكون في
نيوكليس جوه السي ان اس اسمها ميزينكفاليك نيوكليس، فدي اكسبشنال. لكن دايما دايما الجنرال سنسيشن في عندي ايه، السيل بادز موجوده في جانجليون اوتسايد ذا سي ان اس. وبالنسبه للمنطقه اللي احنا هنتكلم عليها في الاول اللي هي المنطقه بيلو ذا هيد، دي دايما دايما الفيرست اوردر نيورون ده عباره عن الدور سروت جانجليون. اللي فيها ايه بقى الدور سروت جانجليون دي؟ فيها خلايا عصبيه شكلها ايه؟ شكلها كده. ده الدور سروت جانجليون بيكون فيها خلايا اسمها سودو يوني بولر سيلز. السودو يوني بولر سيلز دي لان من وان بول اهو هتشتغل الخلية ده هي، بس الخلية ده هي طالع البروسيسز بتاعتها من وان بول، بس لها تو بروسيسز، بريفرال بروسيس رايح لفين ده؟ وان ده رايح للريسبتور، سواء كان زي ما اتفقنا في السكين او في المسلز او الى خلاله، ولها بريفرال بروسيس سوري ده بريفرال بروسيس، وليها سنترال بروسيس. السنترال بروسيس ده اللي داخل فين؟ ده يا جماعه السنترال بروسيس ده هو داخل على السي ان اس. رايح لفين ده؟ رايح ل السكند اوردر نيورون. واخد بالك بقى الحكايه هتمشي ازاي؟ هنا انت عندك ريسبتور في السكين او في المصل الى خلاله، هيبقى ستيميوليتد، فالامبلس هتمشي في البريفرال بروسيس، ده البريفرال بروسيس اهو، يوصل الامبلس للسيل بادز اللي موجوده في الدور سروت جانجلون وده الفيرست اوردر نيورون، هتطلع منه سنترال بروسيس شايل الامبلس. السنترال بروسيس ده شايل الامبلس رايح بيه على فين؟ رايح بيه على السي ان اس، يخش جوه السي ان اس عشان يوصل الامبلس للسكند اوردر نيورون اللي دايما موجود في السي ان اس. السكند اوردر نيورون ده هو بقى بيكون موجود دايما في السي ان اس، يا اما في السباينال كورد يا اما في البرين ستيم. نبص نلاقي ايه السكند اوردر نيورون ده هو ليه خاصيه ثابته في جميع السنسيشنز. ايه بقى؟ الاكسونز بتاعت السكند اوردر نيورون دايما تعمل كروسنج، فالسكند اوردر نيورون دايما الاكسونز بتاعته بتعمل كروسنج، زي مثلا ايا كان السنسيشن ده هو الفيرست دورسال روت جانجليون، وداخل منها اهو داخل فيها اهو السنترال بروسيس، وطالع اهو في السي ان اس لحد ما وصل للسكند اوردر نيورون. السكند اوردر نيورون ده دايما الاكسون بتاعه دي خاصيه ثابته لازم يعمل كروسنج عشان يطلع في الناحيه العكسيه. نبص نلاقي ال سنسوري فايبرز دي اما تيجي تعمل كروسنج هتعمل كروسنج مع مين؟ مع اخواتها اللي على الناحية التانية. فالسنسوري فايبرز اللي جاية من اليمين هتعمل كروسنج مع السنسوري فايبرز برضو بس اللي جاية من الشمال، فيعملوا هنا هو حاجة اسمها السنسوري ديكاسيشن. السنسوري ديكاسيشن ده بعد ما حصل الاكسونز بتاعت السكند اوردر نيورون تتمناها طالعة في الاوبزيت سايد، طالعة في الاوبزيت سايد رايحة فين بقى؟ رايحة للثيرد اوردر نيورون. على فكرة السنسوري فايبرز دي وهي طالعة بقى في البرين ستيم بتكون حاجة اسمها ليمنسكس، وطبعا جمعهم ليمنسكاي. فاحنا هو عملنا السكند اوردر نيورون دايما ثابت الاكسونز بتاعه يعمل كروسنج ويشارك في السنسوري ديكاسيشن،
وروح طالع في الاوبزيت سايد في شكل حاجه اسمها ليمنسكس. رايح فين ده؟ رايح للثيرد اوردر نيورون. طيب الثيرد اوردر نيورون ده بقى موجود فين؟ الثيرد اوردر نيورون ده دايما موجود في الثالاموس او الميتاثالاموس. طبعا بالنسبه للجنرال سنسيشن اكيد هو طالع للثالاموس، لكن في السبيشال سينس هتبص تلاقي في حاجات طالعه للميتاثالاموس. وبيني وبينكم الميتاثالاموس ده بيعتبر كجزء من الثالاموس. فالمهم ان احنا طالعين لازم الثيرد اوردر نيورون موجود هنا في الثالاموس او الجزء اللي يعتبر منه ده اللي هو الميتاثالاموس في حالات السبيشال سينس. وحيث ان احنا طبعا بنتكلم على جنرال سنسيشن يبقى احنا طالعين للثالاموس. طب وبعدين نبص نلاقي ايه الثيرد اوردر نيورون ده اللي طالع ايه موجود بقى في الثالاموس، الاكسونز بتاعته هتطلع. تطلع تروح فين دي؟ تطلع اهي من الثالاموس، تروح طالعه تمشي في الحزمه دي في الوايت ماتر اللي هنا هون دي، الحته الغامقه دي يا جماعه اللي هي الثالاموس. والحته بقى الحزمه الفايبرز اللي جنبينا دي جاست لاترال الثالاموس، دي اسمها انترنال كبسول. فالفايبرز بتروح طالعه من الثالاموس في الانترنال كبسول، بتطلع في الانترنال كبسول رايحه فين دي بقى؟ رايحه في المنظر ده. ده الثالاموس على فكره، والفايبرز طالعه منه اهي، طالعه المفروض في الوايت ماتر دي اللي اسمها انترنال كبسول اهي. وبعد الانترنال كبسول تبص تلاقي الفايبرز دي راحت طالعه عامله زي اشعه الشمس، فبيتقال على الحته دي منطقه الانترنال كبسول. واول ما خرجنا منها رايحه بقى الفايبرز لجميع اجزاء السيريبرال كورتكس، فتعمل لك اشعه الشمس دي اللي بيتقال عليها سالاميك راديشن. سالاميك راديشن رايحه فين السالاميك راديشن دي؟ ما هي رايحه بقى عشان توصل للمستقر الاخير بتاعنا اللي هي الهايست كورتيكال سنتر. الهايست كورتيكال سنتر بتاعنا اللي هو موجود في السيريبرال كورتكس، طبعا اكيد اوف ذا اوبوزيت سايد، لان احنا اتفقنا السنسيشن في السكند اوردر نيورون حصل لها كروسنج للناحيه العكسيه وطلعت للثالاموس على الناحيه العكسيه، فهتوصل للسيريبرال كورتكس على الناحيه العكسيه. طبعا ده الخطه العامه يا جماعه بتاعه الايه ال سنسيشنز بتاعتنا. هنبتدي بقى من الفيديو الجاي ناخد ايه واحد واحد منهم، السنسور باسوي ماشي ازاي بتاع كل نوع من انواع السنسيشنز اللي احنا خدناها. ويبقى thank you for good listening and good luck.